عمر المصري، كل الحب ليك يا عالمي، ومنتظرينك تفتح الكاميرا، ومنتظرينك يعني من قلبنا. السلام عليكم دكتور إسلام، السلام عليكم للجميع الموجودين بالكول الرائع. أولا أنا بشكرك على التقديم الرائع يا دكتور إسلام، وأنت أخ عزيز وحبيب. وقبل ما أبدي كلامي، أنا للأمانة في شيء بحب أقوله. أول ما ابتديت بالميدل إيست، كنت دائما أقول إنه نحن كشعب عربي نستحق هذه الفرصة، ونحن كشعب عربي موجود بهالريجون في عنا طاقات مفروض إن تبين وتبرز على مستوى العالم في هذا المجال. بعد ما تعرفت على كايزن أورجانيزيشن، هالمنظومة المنظمة بشكل جيد بتشتغل بأخلاقيات المهنة، دكتور إسلام من أروع الناس اللي أنا تعرفت عليهم حقيقة. أنتم فخر لهذه الصناعة. كايزن أورجانيزيشن هي اللي عملت بصمة على مستوى العالم بصناعة البيع المباشر. كايزن أورجانيزيشن هي المنظومة يلي كل الناس صارت تحكي عنها على مستوى الشرق الأوسط. أنتم تستحقوا كل التقدير، تستحقوا كل العرفان. أنتم جماعة عم تشتغلوا بشكل صحيح. أنتم رفعتوا مستوى الدايركت سيلينج على مستوى الريجن كله، على مستوى العالم. يعطيكم ألف عافية. هذا بداية. بعدين للناس اللي موجودة كلها بالكول، أنا اليوم بحييكم كلكم على وجودكم، وإن شاء الله نقدر نشوفكم جميعا، لأنه صراحة اشتقنا لكم، اشتقنا نشوفكم فيس تو فيس ونقعد معكم ونحكي على أشياء كثيرة. بس بالمرحلة اللي العالم كله عم يقطع فيها طبعا من موضوع الكورونا والأشياء هاي والريستريكشنز الموجودة على السفر، طبعا كل الناس عم تشتغل بكل دولة لحالها. في بعض الناس عم بتسافر، وبعض الناس عم تكون تحت الخطر. بنحييهم كمان لأنه عم يعملوا مجهود كتير عالي، خاصة دكتور إسلام كمان، ودكتور إسلام اللي ما وقفوا أبدا تحركاتهم وسفرهم من مكان لمكان. يعطيكم ألف عافية والله يرد عنكم. اليوم نحن عم نشوف طبعا انطلاقة أو تغيير نوعي على مستوى الميدل ايست بالنسبه لشيء اسمه صناعه البيع المباشر. هذا الشيء اللي من 2013 انا كان عندي هالفيجن، وكنت عم شوف انه ممكن يصير في تغيير. يمكن كان عندي امل كبير بس ما كنت متاكد 100%، بس اليوم انا متاكد 1000000% انه نحن غيرنا وجهه الدايركت سيلينج بكل الريجن وبكل العالم، لان نحن عم نمشي على اسس سليمه، عم نمشي على شيء بيست على ليجل اوبريشن بالعربي، يعني الاشياء القانونيه. خلقنا الدايركت سيلينج اسوسيشن بالميدل ايست اللي كانت من الاحلام بالبدايه. كانت الناس كلها عم تحكي انه البزنس بالميدل ايست ما يمكن ما يمشي بالطريقه الصح، بس نحن غيرنا لهذا المفهوم، غيرنا نظره الناس لهالمجال هيدا. خلينا العالم تفهم شو معنى الدايركت سيلينج، طبعا بمجهود كل الناس القاده اللي موجودين على الارض. وبرجع باكد انه الناس اللي مثل دكتور اسلام يلي وضعوا بصمه كثير كبيره طبعا، والليدرز اللي معهم كلهم بدون ما اسميهم عشان ما انسى حدا، كلهم يعطيهم الف عافيه. كايزن اورجانيزيشن عملت تغيير نوعي وجذري لشيء اسمه دايركت سيلينج على مستوى الريجون، واستحقينا انه نقول للناس نحن بنستحق انه يكون عندنا هذا البزنس، نحن بنستحق انه نشتغل بهذا البزنس، نحن في عندنا طاقات بتوصل للعالميه، وهذا الشيء المهم جدا. يا جماعه، الناس اللي بعدها ما يعني ما تعرفت على البزنس بالطريقه الصحيحه، انا بدي اقول شيء كثير مهم. انا ما بدي احكي عن سيلز، ما بدي احكي عن برودكت، ما بدي احكي عن جناس، ما بدي احكي عن اي شيء، بدي احكي عن هالصناعه اللي انتم عم تتعلموها. اليوم انت عم تتعلم صناعه جديده كانك عم تتخصص بجامعه. الدايركت سيلينج علم كبير، بحر واسع، ما حدا بيقدر يوصل لا لاعماقه ولا لنهايته، مستحيل جدا. وجيبوا لي اي شخص يكون قدر وصل للنهايه بهالموضوع، ما في. بعد الناس اللي عم تفتش على الاشياء اللي هي ممكن يعملها الدايركت سيلينج. دايركت سيلينج من اقوى الصناعات اللي بتحرك اقتصادات العالم.
يعني أي إيفنت بينعمل بأي دولة بيحرك كل القطاعات الاقتصادية والتجارية بهذه الدولة. أي إيفنت بينعمل بأي مكان بالعالم بيجيب أكبر عدد من الناس من أكبر عدد من الدول يحضروا هذه الإيفنتات. هذه الأشياء اللي ناس ما بتعرفها. نحن من أقوى القطاعات اللي منساهم بتحريك عجلة الاقتصاد بأي دولة موجودين فيها. هذا شيء ما في اثنين يقدروا يتجادلوا فيه. هذا أول شيء. الشيء الثاني والأهم للناس اللي بادئين البزنس الجديد وعندهم أحلامهم، دائما ما تخلوا الأحباط يسيبكم. لأنه أنا بتذكر أول ما ابتديت بال 2013 كان في كتير أحباط، كان في كتير ناس عم بتحارب، كان في ناس عم بتقول ما رح يمشي البزنس. نفس الشيء لما ابتديت أعمل الدايركت سيلينج، كل الناس كانت عم تقول إنه لا ما رح يمشي الحال، ما رح ينفتح دايركت سيلينج بالريجن، صعب إنه ينعمل. WFDSA اللي هي المنظمة العالمية للDSA بأمريكا ما راح توافق على الموضوع. كل الأشياء هذه، كل الأشياء يلي انحكت لو أخذت أنا منها 5% ما كان في لا جناس بالشرق الأوسط ولا كان في DSA بالشرق الأوسط ولا كنا عم نحضر هذا الميتينج ولا أنتوا كنتوا موجودين. يا جماعة الناس الأهم شيء بحياتك أنك أنت تغير طريقة السلوك تبعك، ما تغير أهدافك. يعني أو بمعنى آخر أبسط، الشجرة دائماً بتغير ورقها بس ما بتغير جذورها. هذه شغلة كتير مهمة. غير الخطط اللي أنت ماشي فيها بس ما تغير أحلامك، أهدافك خليها زي ما هي. ما تغير أبداً بأحلامك ولا تغير بأهدافك. غير الطريقة اللي عم تمشي فيها، غير الخطة اللي عم تمشي فيها، بتوصل بسرعة. وهذا اللي بيحصل مع كل الناس يلي ما بيعرفوا كيف يغيروا بالخطط دائما، هذا اللي بخليهم يوصل يصيروا عندهم احباط. نحن لما ابتدينا وعملنا الدي اس اي كنا مفكرين ان احنا بس هنعمل الدي اس اي كجمعيه بيع مباشر وبعدين نشتغل وبعدين نعمل اشياء. ما كنا مفكرين بيوم من الايام انه راح نوصل نصير على خارطه الدوله اللي نحن موجودين فيها كجمعيه بيع مباشر تتكرم من قبل الدوله. نحن يمكن محظوظين شوي لأن موجودين بدولة مثل الإمارات يلي بيفهموا كيف يقتنصوا الفرص، بيفهموا كيف يخلقوا قانون للأشياء يلي ما لها قانون، بيفهموا كيف يعملوا appreciation للناس أو تقدير للناس اللي عم تزيد لهم value للدولة. وهذه شغلة كتير مهمة. وللعلم نحن ب 3 مارس كنا عم نتكرم من قبل الدولة، من قبل DTCM اللي هي دبي توريزم اند كوميرشال ماركتينج، كانوا عاملين تكريم للدي اس اي لانه نحن قدرنا نفوز انه ناخذ نعمل الورد كونغرس للدبليو اف دي اس اي اللي بينعمل كل 3 سنين بدوله. وهذا الحكي عنه يمكن ما بيعطي القيمه الصحيحه للكونغرس. هذا الكونغرس بيتنافس عليك كل فترة وفترة عدد من الناس اللي بيعملوا تصويت لحتى دولة تربح ولازم الكل يصوته. ونحن كنا داخلين بهذا التشالنج والحمد لله قدرنا انه نربحه لانه كان في 26 دولة عم بيصوتوا وكان في 3 دول طالبين انه يكون عندهم ونحن قدرنا الحمد لله انه نفوز فيه لل 2023. شو بيعني هذا الكلام؟ بيعني هذا الكلام انه نحن كدي اس اي او كصناعة بيع مباشر صرنا موجودين على الخارطة العالمية كميدل إيست. شو بيعني؟ بيعني أكتر أنه نحن الإمارات صارت رح تصير عاصمة البيع المباشر لكل الشرق الأوسط، وهذه شغلة كتير مهمة. شو بيعني أكتر؟ أنه نحن صرنا عم تشوفنا الحكومة قديش نحن عم نساهم أنه نزيد فاليو للدولة، أنه نحن نجيب كبار الشخصيات. هذا الكونغرس بيحضروا أكتر VIPs بكل الريجون، يعني على مستوى وزراء الاقتصاد، وزراء التجارة، الفي اي بيز، البزنس بيبل، كل هؤلاء الناس بيحضروا. وكل الناس الكبار يلي هن بالدبليو اف دي اس اي في امريكا راح يكونوا موجودين، وكل مدراء الدي اس ايز او تشيرمنز الدي اس ايز بكل العالم حيكونوا موجودين بهذا الكونغرس. هذا من اضخم الاحتفالات اللي بتصير على مستوى العالم، بينعمل كل 3 سنين بدولة ونحن الحمد لله ربحنا وكنا عم نتكرم ب 3 مارس علشان هذا الموضوع. وكان في كتير تقدير والحكومة كانوا كتير عم يدعمونا. وصراحة دارة السياحة بدبي عملوا كتير سبورت لنا وعملوا كتير دعم لنا لحتى قدرنا ربحناها كمان، وقالوا لنا نحن موجودين معكم بأي شيء بدكم تعملوه. هيدا بيعني انه نحن صرنا على الخارطة
اللي بسموها الشرعية إذا بتكون أكثر للدول، وهذا اللي بدنا نعمله بكل الميدل إيست، وهذا الهدف اللي نحن عم نشتغل عليه بهذه المرحلة. فللناس اللي موجودة ما بقى تستحوا تحكوا عن شيء اسمه دايركت سيلينج. نحن جماعة عم نشتغل بطريقة صحيحة، عم نشتغل بأخلاقيات المهنة، عم نشتغل بكل الليجاليتي اللي موجودة، ما عندنا أي مشكل مع أي حدا، ما عندنا مشاكل مع الشركات اللي هن ممبرز معنا. يعني نحن عادة بننقي الشركات اللي بيدخلوا معنا ممبرز، عشان هيك نحن نحرص انه اي شركه بدها تكون عضو بالدي اس اي انه تكون شركه قانونيه او عندها رخص ومسجله المنتجات تبعها ومعروفه وما عندها مشاكل. هذا الشيء اللي بحب انا طمنكم فيه. الشقه الثانيه اللي هو الناس اللي عم تشتغل على الارض. الناس عم تشتغل على الارض، ودائما انا بقولها صناعه البيع المباشر اللي انتم عم تتعلموها أكبر بكتير من الشركات اللي عم تشتغل عليها. مع الاحترام لكل الشركات، أنا استاكست للجناس بكل ميدل إيست، وأنا بقولكم لكلكم يلي أنتوا عم تتعلموه أكبر من جناس وأكبر من أي شركة بالعالم. ليش؟ لأنه أنت اللي عم تتعلمه هيدي مهنة فيك تزولها بأي مكان بالعالم. هذا الكلام اللي عم يحكيه دكتور إسلام ودانيان وكل العالم اللي بتطلع بتحكي، هذا الكلام مش سهل أبداً، هذا جاي عن خبرة كتير طويلة، هذا شيء فيك تورده لأولادك. أنا يا ريت يطلع بإيدي يوم من الأيام أنه خلي الدايركت سيلينج منهج أو مادة من المواد اللي بتتعلمها الطلاب بالمدارس، عشان يطلع ابنك أو بنتك انتربرينور، عشان ما يضلوا بس متمسك بالشهادة ويكون هدفه أنه يتوظف، عشان ما يكون هدفه أنه يشتغل تحت إيد حدا، عشان ما يكون هدفه أنه يحقق حلم حدا تاني بدل ما يحقق حلمه هو. كل الناس اللي بتشتغل، مع احترامي لكل الوظائف اللي بيشتغلوا فيها، كل الناس اللي بيشتغلوا ليحققوا أحلام ناس تانيين. أنت بتشتغل طول حياتك لتحقق حلم حدا تاني، ما تحقق حلمك. وهذا الشيء المهم كتير لازم تفهموه. علم أولادك كيف يكونوا حرين قرارهم، علم أولادك كيف يتعلموا صناعة البيع المباشر، علم أولادك يكونوا انتربرينورز. مع علمهم بالجامعة ومع علمهم بالمدارس ومع تخصصهم، هيدا الباك أب بيكون لإلهم، وهذه البلان بي بتكون لإلهم بأي وقت. يا جماعة اللي بيشتغل بأي بزنس ما بيورط البزنس لأولاده، بالدايركت سيلينج بتورد هذه الصناعة لأولادك، بتورد هذا الحساب لأولادك، بتورد هذا الانكم لأولادك. هذه شغلة كتير مهمة لازم نفهمها. هذا العلم أكبر بكتير من أي علم تاني. علموا أولادكم فيه وركزوا عليه أكتر، وما تتراجعوا عن أهدافكم. إذا ما تحقق اليوم راح يتحقق بكرة، وإذا مش بكرة بعد شهر، وإذا مش بعد شهر بعد شهرين. ما في شيء بيجي بسرعة. نحن ابتدينا بال 2013 بالميدل إيست. أنا وقعت الأجريمنت مع جناس بال 2013 وابتدينا رسميها بال 2015. نحن أول شركة بالعالم في عنا عدد مكاتب مفتوحة على مستوى الميدل إيست، اللي هي 5 مكاتب 5 دول. نحن we are on the ground. On the ground يعني عنا مستودعاتنا، يعني عنا بضاعتنا، يعني عنا delivery. هيدا شيء كتير مهم، وهيدا فخر لكل الناس اللي موجودة. هيدا شيء ما حدا قدر يحققه. جيبوا لي أي شركة تاني اشتغلت بالبيع المباشر على مستوى الميدل إيست، قدرت ترخص منتجاتها بهذه السرعة، قدرت يكون عندنا هذا العدد من المنتجات المرخصة موجودة، قدرت يكون عندها مستودعات بهذه الدول، قدرت تفتح أصعب الدول يلي موجودة هون بالميدل إيست، أصعب الدول يلي هي السعودية، يلي هي الأردن، يلي هي لبنان، يلي هي الإمارات، يلي هي العراق. هود الدول مش سهل إنه تعمل فيها ريجستريشن، مش سهل إنك تعمل فيها لوجيستيك، مش سهل انك انت تفتح فيها مكاتب، مش سهل انك يكون عندك فيها مستودعات، مش سهل انك تعمل ديليفري. نحن بكل فخر من اكبر الشركات واقوى الشركات يلي قدرت تشتغل على مستوى الميدل ايست، وانا بوعدكم راح نكمل على الدول الباقي وماشيين فيها ان شاء الله باقرب وقت. وتونس كمان، للناس اللي عم تقول تونس، مزبوط تونس كمان، وجاي المغرب قريبا، وجاي الكويت قريبا، وجاي البحرين، سوري، وجاي البحرين، سوري، وجاي سلطنة عمان، كلهم جايين قريبا. بحرين وسلطنة عمان مع بعض إن شاء الله عم نخلص الاتفاقيات، وإن شاء الله قريبا نمشي بموضوع التسجيل. باقي الدول، الشباب اللي عم يكتبوا على الشات، باقي الدول جاي كله جاي، كله جاي، قطر جاي، الدول الثانية جاي. بس صبر، لأنه هيدي أمور عم تاخد وقت، وخاصة مع الكورونا عم يكون عندنا كتير مشاكل بهالموضوع، عم نتأخر بكتير أشياء، ما عم نقدر نسافر نقابل الناس نحكي معهم، كل شغلنا عم بيكون أونلاين. بس وعد إنه كله جاي بإذن الله،
ما تخافوا من هالموضوع، ما تخافوا من موضوع البرودكتس، ما تخافوا من تاخير اذا صار في اي تاخير بالمنتجات، هذا ما في شيء بخوف. اشتغلوا على احلامكم، اشتغلوا مع الناس اللي معكم، ساعدوا الفريق تبعكم عشان تكبروا انتم، لان هذا البزنس الحلو، حلو بهذا البزنس يا جماعه انه انت لازم تساعد الناس يلي معك عشان تكبر انت، غير عن كل البزنس بالعالم. انا كنت اسمع من زمان تيم وورك تيم وورك تيم وورك، بعدين شو هو التيم وورك؟ تلاقي واحد بيطلع على ظهر واحد عشان يوصل. بهذا البزنس، هذا البزنس الوحيد يلي ما فيك تطلع على ظهر حدا، لازم تساعد اللي تحتك عشان انت توصل. واهم شيء بهذا البزنس هو هالشعور اللي بيترك لك اياه، هالشعور اللي بيترك لك اياه انك انت عم تساعد الناس، انك انت عم تزرع بسمه على وجه الناس، انك انت عم تخلي الناس تقول لك شكرا انك غيرت لي حياتي، هالعرفان بالجليل بالجميل اللي عم يكون من الناس لك. ما في اهم منها انك انت تكون ماشي بمول ولا بالشارع ولا بالمطار ولا باي مكان وتلاقي حدا ما بتعرفه بحياتك مش شايفه جاي عم بيقول لك شكرا لك لانك غيرت لي حياتي، بتبقى مش عارفه انت، مش عارفه نهائيا. انا حصلت معي اكثر من مره، اكثر من مره يجيني ناس يقولوا لي شكرا لانك غيرت لي حياتي، شكرا لانك جبت هالبزنس على الميدل ايست. هيدا شيء كثير مهم. قديش بتحس بالسعاده اكثر من المال؟ صدقوني اكثر من الفلوس واكثر من اي شيء تعمله. الفلوس بتروح وبتجي، الفلوس ما إلى اي قيمه. مهم انك انت تستغل هالفرصه لحتى توصل. شوفوا تمن انك انت تخسر هذه الفرصه اكبر بكثير من تمن الاستثمار فيها. يعني بمعنى ثاني، اي شخص منكم لحتى يدخل على هذا البزنس مش مثلنا، يعني مش مثلي انا لازم يحط انفستمنت كبير ويدفع مئات الوف الدولارات ومكاتب ومستودعات والى اخره. هيدا كله انت بعيد عنه، لا عندك موظفين، لا عندك مشاكل، لا عندك اي شيء. انت كل اللي عندك انك انت تدفع مبلغ صغير وتكمل شغلك. صدقوني عشان هيك عم اقول ثمن خساره هذه الفرصه اكبر بكثير من ثمن الاستثمار فيها، لان انت اذا استثمرت بهذه الفرصه ب $1,000 ولا ب $2,000 ولا ب $500 ولا ب $200، هذا مبلغ كثير زهيد مقارنه بانك انت تخسر هذه الفرصه. دكتور اسلام حكى اكثر من مره عن اشخاص كانوا ناطرين وقالوا له خلاص بكره بعدين بنبلش معك، بكره بعدين بنشتغل معك، وانا دائما كنت اسمع الكلام منه وبعرف انه هذا حصل مع كثير ناس، ويمكن في منهم بعضهم ناطرين اليوم، ومنهم ناس ندموا كثير لانه ما ابتدوا بوقت قبل. فاليوم عم اقول لك كلفه خساره هذه الفرصه اكبر بكثير من كلفه الاستثمار فيها. ما تتردد بقرارك، ابتدي اليوم مش بكره. انا يمكن امبارح كنت عم بحكي مع دكتور اسلام، كنت عم اقول له اليوم قبل 6 شهور، اليوم اهم من 6 شهور لقدام، وهلا بقول لكم اياها، اليوم اهم بكثير من 6 شهور، لان يعني في كثير اشياء جايه، في كثير اشياء حلوه جايه، في الناس اللي عم تسال حتى عن بعض البرودكتس بالدول، في كثير برودكتس جايه، اللي كان عم يسال عن العراق، في كثير برودكتس كمان جايه على العراق، في مفاجات لكل الناس، ان شاء الله قريبا حتشوفوا اشياء كثير على مستوى الريجن. مدام عندكم قادة مثل دكتور اسلام ودانيان، مدام عندكم كايزن اورجانيزيشن، ما في خوف عليكم ابدا. انا بحييكم كلكم، يعطيكم الف عافيه، ونحن موجودين وعم نشتغل ليل نهار لحتى نخلص كل شيء. منتجات السعوديه عم نشتغل عليها، الاردن، العراق، الامارات، كل الدول ان شاء الله شغالين عليها، بس صبر، بدنا صبر. ما نحن ما بنشتغل بشكل سريع جدا، نحن بنشتغل بخطة ثابتة جدا. وأنا معروف عني إنه ما بحب أفتح بأي دولة إلا ما يكون كل شيء ليجال. يعطيكم ألف عافية دكتور إسلام، يعطيك ألف عافية أنت ودكتور إسلام على اللي عم تشتغلوا. أنتوا فخر لكل الناس بالوطن العربي، أنتوا خليتونا نرفع راسنا بالوطن العربي. كايزن أورجانيزيشن وضعت بصمة كاملة بعالم الدايركت سيلينج، وبصمة على وجوه ملايين الناس. يعطيكم ألف عافية، بحييكم. مستر عمر عايزك بس لحظه ما تمشيش بس يا جماعه، بجد بجد يعني الراجل دوت انا عايز اشكره شكر رائع جدا على الكلام الرائع اللي هو كان بيقوله. يعني عايز اقول لكم مستر عمر يا جماعه من الناس اللي بتحمسني الحقيقه لما بكون موجود في كول او لما هو بيتكلم في كول او بيتكلم على الستيج. بجد كل الشكر ليك وشرف لينا مستر عمر بجد وجودك معانا النهارده. ويعني الناس المقربين ليا عارفين قد ايه مستر عمر، يعني انا مش بعتبره يا جماعه البريزيدنت اوف
دايركت سيلينج اسوسيشن في الميدل ايست ولا الستاكست بتاع جناس. انا بعتبره يعني الاب الروحي والمنتور، وواحد من الناس اللي احنا في الحقيقه بنعتز بوجودهم في حياتنا. وخلينا مستر عمر كده ايه يعني اسالك سؤالين كده هوت على الماشي، وبجد نندهش فرصه وجودك معانا النهارده. هعمل بقى فيها نفسي ايه مذيع بقى، فاهم؟ يلا اتفضل. بص يا كبير، يعني كان في ناس يمكن انا شايفها على الشات بتبعت حاجات زي مثلا ايه، اصل والله انا مثلا الجزائر مثلا، انا والله في السودان، انا في ليبيا، انا مثلا في سلطنة عمان، في البحرين، في الدول دي كلها، في الكويت. وطبعا يعني تحياتي لكل الناس ديت بكل الدول بتاعتها. انا طبعا عارف كويس جدا ان انت شغال على قدم وساق، ولكن انا حابب بس ان انا ادي لهم مسج بحيث ان هم يبقوا مطمنين الفتره اللي جايه للوضع عامل ازاي. يمكن يعني بالنيابه عن مستر عمر، خليني بجد يا جماعه اقول لكم ان الفتره اللي فاتت جناس عملت انجازات في الميدل ايست، وبعد فضل ربنا سبحانه وتعالى الراجل دوت كان ليه الفضل في حاجات كتيره جدا، في ان احنا نبدا ماركت زي العراق، انك انت النهارده تلاقي العراق النهارده جناس بتشتغل بشكل قانوني وبشكل رسمي، ان الناس تقبض العملات بتاعتها على البنك في العراق، الناس تشتري بسهوله، ان الناس تستلم المنتجات بسهوله، الاردن، مصر، السعوديه، لبنان، دول كتيره جدا جدا يا جماعه بيحصل فيها الحقيقه سكسس رائع جدا. ولكن مستر عمر، لو انا النهارده في الجزائر، لو انا النهارده في ليبيا، لو انا النهارده في السودان، لو انا النهارده في الكويت، لو انا في سلطنه عمان، لو انا في البحرين، فانا عايز اسالك سؤال واضح جدا، اطمن ان احنا ان شاء الله ماشيين بخطوات ثابته، وان ان شاء الله قريب هنسمع يعني ابديتس جديده عن الماركتس بتاعتنا، ونشتغل ونجمد قلبنا ونبقى مطمنين ونروح بقلب جامد، ولا ما نعملش كده؟ لا خليني اقول لك بالاول، خليني افصل الماركتس. ويمكن هذا الكلام انت يعني عاده احنا ما بنحكيه بالميتينجز. لا لا انا عارف، انا عارف لكايزن، انا عارف لكايزن، انا احكي احكي لكايزن راح احكي، ما يهمك انت على راسي. نفصل الماركتس، جزائر، مغرب، تونس، شغالين عليها بطريقه معينه، ان شاء الله قريبا حيكون في اخبار كويسه على هذه الثلاث دول. القسم الثاني اللي هو بحرين، عمان، في عنا اجريمنت خلصنا، وقعنا مبدئيا الاجريمنت، راح نبتدي، بياخذ وقت لنحضر الاوراق ونبتدي نسجل، والاشياء بتاخذ وقت. الكويت مضينا الاجريمنت تبعها وابتدينا نجهز الاوراق، المفروض ان خلال يمكن 10 ايام او 15 يوم توصلنا الاوراق من السفاره الكويتيه بامريكا، وبنبتدي بعمليه التسجيل. هذا بالنسبه للماركت كله. بيبقى عندنا قطر، قطر شغالين كمان عليها. قطر المفروض انه الناس اللي هن شغالين نحن معهم بدول ثانيه ما رح حدد وين، كمان حنضيف لهم قطر لانه عندهم هن شركات بقطر وعندهم خبره بهذا المجال، وشغالين على شيء سكين كير وعلى اشياء ثانيه، يعني عندهم خبره بالتسجيل. فهذا على مستوى الريجن كله. تطمن، انا بقول لك اطمن 100% ان احنا ماشيين بخطه ثابته. بس انت بتعرفني دكتور اسلام، انا من الناس اللي ما بحكي عن اي شيء الا ما يكون صار، يعني ما بقول لك في راح اعمل هيك، لا انا بفضل انه اكون عم بعمل اوفر ديليفري اكثر ما اكون عم بعمل اوفر بروميسز. لا انا بس لأنه كل شيء صار موجود، عشان هيك عم خبرك. للناس اللي موجودي بهذه الكول، الكل يطمن، نحن شغالين. يعني لو ما اجت الكورونا كنا يمكن فتحنا اكبر عدد من الدول. انا شخصيا مطمن يا مستر عمر، ولكن وعارف ده كويس جدا. ومستر عمر يا جماعه بجد الحقيقه، يمكن وانا كنت بتكلم معاه بخصوص الموضوع دوت، ان هو في عنده ميزه رائعه جدا، ان هو دايما بيقول أسوأ الوعود، عشان خاطر ان هو يعني لما يحصل الحاجه على ارض الواقع تبقى الناس سوبر اكسايتد. ويمكن دي الحاجه اللي انا بحترمها جدا في مستر عمر، فكره انه ما عندوش اوفر بروميسز وانه ما عندوش الكلام دوت. ولكن بجد شابو طبعا على الحاجات اللي حصلت الفتره اللي فاتت، وانا يعني ان شاء الله متاكد ان في 2021 هنكون انجزنا حاجات كتيره جدا من الحاجات البندنج بالنسبه لنا. وطبعا طبعا الدول اللي هو قال عليها دلوقتي يعني اشتغلوا بمنتهى القوه اللي في العالم، لان احنا بجد يا جماعه عندنا ظهر قوي جدا زي مستر عمر وزي شركه جناس وزي المانجمنت الرائعه اللي موجوده جوه شركه جناس.
وعايز اقول لك يا كبير بجد شكرا ليك. هسالك يعني سؤالين صغيرين كمان، وعارف ان انا اتاخرت عليك. انا بدي اقول عن شيء، الناس اللي عم تكتب عن ليبيا والسودان، ليبيا والسودان يا جماعه، ليبيا والسودان. انا امبارح كان عندي كول مع دكتور اسلام، كنا بنناقش موضوع ليبيا والسودان. طولوا بالكم، بس ما راح اقول اكثر من هيك، طولوا بالكم ان شاء الله خير. ان شاء الله. والناس برضو بتاعت المغرب ان شاء الله باذن الله، احنا يعني ايام وان شاء الله باذن الله انتظروا حاجه رائعه جدا وحاجه كويسه جدا جدا. وطبعا تحياتي لكل عيلتنا في كل حته في الميدل ايست. السؤال الثاني يا كبير برضو، عشان في ناس سالته لي على الواتساب حتى كمان، مش بس على الشات، الدول الاكزيستنج اللي موجوده زي مصر، زي السعوديه، زي الامارات، زي الاردن، زي العراق، زي تونس، البرودكتس ننتظر ان شاء الله برضو في 2021 لاينز جديده من المنتجات واصناف جديده من المنتجات غير المنتجات الموجوده دلوقتي، ولا ايه الاخبار؟ نحن شغالين على تسجيلات جديده، طبعا ما فينا نعلن عنها، بس في طبعا. تسجيلات جديده، وان شاء الله في حتى في برودكتس جديده يعني جناس بيشتغلوا عليها، فطبعا ما فينا نحكي عنها غير ما تكون كلها صارت جاهزه. باذن الله ان شاء الله 21 اكيد حيكون عندنا في شيء جديد بالريجن باذن الله. تسلم يا كبير. وخليني اسالك بقى السؤال الاخير، والسؤال الاخير ده اللي انا احب اسمع بقى اجابته منك، او احب الناس تسمع اجابته من مستر عمر المصري. مستر عمر يا جماعه مش نتوركر، يعني احنا ناس بنشتغل في مجال النتورك ماركتنج، بننزل نبيلد تيمز وبنعمل برزنتيشنز والكلام ده كله. مستر عمر يمكن هو الجندي المجهول في الكواليس بقى، ويعني اعتبر ان احنا الممثلين والراجل ده يا جماعه المخرج بتاع النجاح اللي بيحصل ده كله. فخليني اقول لك يا مستر عمر، يمكن سؤال هنا للناس الجديده لما بتقابل مثلا احباطات من ناس حواليها، اوكي، لفكره ان هم المجتمع مش فاهم نتورك ماركتنج ومش فاهم الدايركت سيلينج، وشايف ان البيزنس دوت والله فيه سكسس سريع بيحصل، فعقلهم مش قادر يستوعب الموضوع، او ان هو سمع مثلا باد ريبيوتيشن من شركات للاسف استغلت اسم النتورك ماركتنج واسم الدايركت سيلينج في الموضوع ده كله، فللاسف عملت بعض الباد ريبيوتيشن في بعض الدول. فالناس الجديده اللي بيشتغلوا معانا في جناس بعضهم طبعا بيتاثر بالكلام دوت، والموضوع دوت ممكن ياثر على رحله النجاح بتاعه ورحله السكسس بتاعته جوه البيزنس ده. فايه النصيحه الاخيره اللي انت عايز تنصحها للناس اللي من النوع دوت تحديدا يا كبير، وبصفتك اخونا الكبير والراجل المسؤول عن الليجاليزيشن والقانونيات بتاعت النتورك ماركتنج في الميدل ايست؟ شوف، بغض النظر، اول شيء انا ما مثل ما انت بتعرفني انا ما بحكي نتورك ماركتنج، انا بقول دايركت سيلينج. بغض النظر عن اي شيء بيحصل بالماركت، على مستوى اي شركه بالعالم دائما بيكون في عندك ناس كويسين وناس مش كويسين. على مستوى الحي اللي انت ساكن فيه، العماره اللي انت ساكن فيها، الدوله اللي انت ساكن فيها، في ناس كويسين في ناس مش كويسين. ليش انا بدي اخذ المثل على السيء؟ هي اول شيء. شغله ثانيه، اذا ما كان عندك انت بروفز على الارض انه هذا البزنس صح وهذا البزنس ليجل وهذا البزنس الناس عم تستفاد منه، هذا البزنس بغض النظر عن الاستفاده الماديه، بحكي عن اشياء ثانيه، يمكن تستفاد ثقافي اكثر، يمكن تستفاد مساعده للناس اكثر، يمكن تستفاد انك تجمع اصدقاء اكثر. ما فيش بزنس بالعالم بيعمل لك فاميلي مثل هذه الفاميلي اللي موجوده بهالبزنس، فيش بزنس بالعالم بيعمل لك اصدقاء مثل الاصدقاء اللي بتربيهم بهذا البزنس. هذا من اول ناحيه. الناحيه الثانيه، دائما بده يكون في عندك ناس نيجاتيف بيطلعوا على الجانب المظلم وبيطلعوا لك انه لا هذا مش ماشي وهذا مش ماشي. يا اخي انت جيب فهمني وين الشيء اللي مش ماشي، بس خليني افهم انا وين الشيء اللي مش ماشي. اذا في شخص شغال غلط كثير كويس، نحن عملنا ريبورت عنه ونحن بنتابع هذا الموضوع. اذا في اي شخص لا سمح الله عم ينصب على الناس، نحن مستعدين نتكفل بهذا الموضوع على مستوى، ان كان على مستوى الدي اس اي او كان على مستوى الجناس او كان على مستوى انتم كقاده او ككايزن اورجانيزيشن. هذه الشغلات الثلاثه الاساسيه. الشيء الثالث اللي هو اللي بحب اقوله انا، ما في ناس تكون محبطه لانه والله شافت انه لا والله هذا عم يحكي عن هيك وهذا بيحكي عن هيك. لو كل الناس وقفت لما تتهاجم، لو كل الناس الناجحه لما تهاجمت وقفت، كان ما في ولا ناجح على مستوى العالم. انا بتذكر ودائما بقولها للتاريخ وللناس اللي بتعرف، اللي بتعرف الامارات دوله كان بالاول صحراء ما بيطلع فيها شجره. اليوم في عندك اكبر جامعات واكبر مؤسسات واكبر 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 واكبر. ليش؟ لانه كان في فيجن،
كان في ناس عم يشتغلوا على هذا الفيجن، ما تطلعوا على الناس اللي عم تنتقدهم، ما تطلعوا على الناس الفاشلين. يا جماعة الفشل بيبدأ من داخلنا مش من برا. نحن منفشل حالنا ونحن مننجح حالنا، نحن منفكر صح ونحن منفكر غلط. نصيحتي لكل الناس يلي عم بيشوفوا هالأشياء هذه ولا عم بيسمعوا هالأشياء هذه، جرب جرب. أنا مثل ما قلت تكلفة الخسارة لهالفرصة أكبر بكتير من تكلفة الاستثمار فيها. يعني أنا إذا واحد إجا قال لي أنت بدك تدخل ببزنس عندك $1,000 بدك تدفعهم، يا بتربح يا بتربح، ما فيش يا بتربح يا بتخسر، يا بتربح يا بتربح، يا بتكمل يا بتبيع هالمنتجات بتطلع فلوسك صلى الله وبارك انتهى الموضوع. فأنت مش خسران، ما عندك خسارة، ليش بدك تخسر هذه الفرصة؟ ابتدي ما توقف، ومش إذا مشيت وشفت حدا عم يعمل لك إحباط توقف، لا. هيدا شيء كتير مهم الناس اللي لازم تفكر فيه. لهيدا الناس اللي بيكون عندهم حرب من الناس اللي حواليهم، بالعكس هذا لازم يعطيهم قوة. أنا أكتر واحد اتحاربت بالميدل إيست، أنا أكتر واحد شفت نيجاتيفيتي بالميدل إيست، وبرجع بعيدها وبكررها مرة تانية. لو أنا اسمع لـ5% من الناس اللي كانوا عم بيقولوا هذا ما بيمشي، ما كنا موجودين بهذا الكون. يا كبير بجد شرف لينا وجودك معانا، وانا يعني بجد بشكرك يا مستر عمر على وجودك معانا، وبشكرك بالنيابه عن كل فرد في كايزن اورجانيزيشن على الدعم اللي انت بتعمله والسبورت اللي انت بتعمله واحساس الاطمئنان اللي انت بجد بتديه لنا، ووجودك في ظهرنا كواحد من الناس الرائعين جدا وكمنتور وكاب روحي لصناعه النتورك ماركتنج. شكرا ليك يا كبير على وجودك معانا النهارده، وشكرا ليك على وجودك في حياتنا بشكل عام. انتوا بتسهلوا كل الخير، وانا فخور فيكم، يعطيكم العافيه. شكرا ليك يا مستر عمر، وابعتوا يا جماعة thank you على الشات لمستر عمر المصري اللي بجد يا جماعة يمكن الشخص اللي عمره ما بيتوانى لحظة في ان هو يسبورت كل الناس اللي موجودين. عايز اقول لك ان مستر عمر عمل شكل مختلف للنتورك ماركتنج في منطقة الميدل ايست ريجن يا جماعة. لو جيت بصيت على قبل كده كان الموضوع ده البزنس اللي بيشتغلوه في امريكا، ده البزنس اللي بيعملوه في اوروبا، اما احنا عندنا في المنطقة عندنا ما فيش الكلام ده. النهاردة الميدل ايست ريجن بقت بتنافس كل المناطق الكبيرة والعملاقة في الصناعة دي على مستوى العالم. النهاردة يا جماعة بقى في ليدرز توب ايرنرز موجودين في منطقة الشرق الاوسط. النهارده بقى في شركات حقيقيه وشركات صحيحه وشركات بتشتغل بالريجوليشنز موجوده في منطقه الشرق الاوسط. النهارده يا جماعه بقى في منافسه، بقى في سيلز بتحصل في المنطقه بتاعتنا بتنافس السيلز اللي بتحصل في امريكا وبتحصل في اوروبا وبتحصل في دول كتيره جدا. بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى يمكن كان الفضل لوجود الراجل دوت، وطبعا وجود كل شخص موجود في كايزن اورجانيزيشن واخد الموضوع سيريس وبيشتغل بمنتهى القوه وبمنتهى الجديه اللي موجوده في العالم. انا يا جماعه اتعلمت كده. خليني أقول لك يمكن قبل ما أخلص كلامي في الكول ديت وننتقل إلى الجزء الأخير جوه الكايزن كول بتاعتنا، عايز أقول لك إن أنا اتعلمت كده يا جماعة. أنا اتعلمت فكرة إن لو لقيت فرصة امسك في الفرصة ديت بإيديك وسنانك، لو لقيت فرصة اوعى تضيع يوم واحد وانت ما تكونش بتستغل الفرصة ديت، لو لقيت فرصة قوية ما تسيبش الفرصة ديت غير لما تكون جايب آخرها. في مقولة يا جماعة بحبها جدا بتقولك إذا أتتك رياحك فاغتنمها، لو الرياح بتاعتك جت في الاتجاه اللي هيوصلك اوعى ابدا انك انت تتكاسل في وقت الرياح دوت، اوعى تمشي عكس الرياح، اوعى تمشي بشكل خاطئ، اوعى تقف مكانك، لازم تمشي بمنتهى السرعه وتستغل الحاجه اللي موجوده ديت. النهارده تعال نشوف يا جماعه مجال النتورك ماركتنج على مستوى الشرق الاوسط عمل ايه. تعال النهارده اتفرج على كميه الشباب اللي حققت دريمز واللي عملت اتشيفمنت كبيره جدا جدا من الشغل دوت. تعال النهارده اتفرج على عدد الناس اللي عملت يا جماعه ارقام، وانا بتكلم على مليونز اوف دولار النهارده بتحصل وبتتحقق من ناس يمكن لو كانوا اشتغلوا عمرهم كله في الشغلانات التقليدية ما كانوش هيقدروا ان هم يحققوا الكلام دوت في الشغلانات التقليدية. تعال النهاردة شوف الشباب اللي حياتها اتغيرت للأفضل، مش بس يا جماعة فاينانشالي ولا